ما اتجوزت. كانت المرأة دي أول مرة تشوفوني فلا تنسوا تضغطوا الزر الأحمر زر الاشتراك وتروحوا تاخذوا لكم فرن في القناة. سنة 2018 إن شاء الله السنة سعيدة على الجميع. أنا بالنسبة لي سنة جدا مهمة لأنها السنة اللي هتخرج فيها إن شاء الله. ثاني حاجة هي السنة التاريخية اللي بيسوقوا فيها الحريم السعودي. أخيرا يا حريم. أدري إن أنا آخر واحدة أشارك وأبارك في الموضوع وأقول لكم حاجة بصراحة. أنا باصة بيض شكشوك عشان حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى المبتعثين الطقطق عليهم، الحاجة الثانية سواقة الحريم. أنا قررت وعن قناعة وبكامل قواي العقلية إني أعين نفسي سفيرة تعليم المرأة السعودية القيادة. كده من نفسي شفت لي شغلانة. المهم أنا بإذن الله قررت إني أنزل كلاسات سواقة 101 أونلاين بعنوان السواقة مو عياقة. كلاسات نتعلم فيها عن آداب السواقة وفنونها. أحب قبل لا أبدأ أشكر الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وأديهم سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء. مستعدين يا بنات؟ يلا على الميدان. يا هلا والله. باخدكم مو مشوار هو بس بحاول اروح احصل باركن سبوت عشان اعرف اعلمكم زي الناس، لانه المنطقة اللي عندي هنا مرة ازعاج وحفريات وحالتنا حالة. درس اليوم هو صح عملي بس من جوة السيارة ما راح نضطر نسوق كثير عشان اعرفكم على اساسيات وكده. شوفوا صراحة أنا ماني عارفة هو في الظلة ولا في النور يجي كويس، أنا أول مرة أصور من السيارة بس ما أعرف اللي يجي يجي. المهم خلينا نبدأ في الدرس. أوكي حبايبي نجي لأول حاجة الطبلون. الطبلون زي شاشة الكمبيوتر، يقول لنا أشياء مرة كتير وسهلة. نقرأ منه البنزين، هذا عداد البنزين، إذا F معناته فل، إذا E معناته empty، إذا اللمبة صفرة معناته فاضي مصفر وضروري تعبيه حتى لو البنزين غالي. فيه كمان اللمبة هذه حقت التشيك، معناته تشيكي على لو اللمبة والعة تشيكي على الماكينة، في شيء في الماكينة. هنا في عندنا العداد حق قد ايش مشيت السيارة من يوم ما تولدت، وهنا عندنا العداد حق السرعة، انت ماشية انا بالمايلج طبعا، انتوا عندكم بالكيلو، ف احنا عندنا السرعة القصوى 65، انتوا والله ما اعرف كم السرعة القصوى عندكم. المهم فهذا يبين لك انت قد ايش ماشية. من هنا برضو تقري اذا السيارة مبركنة على البي ولا الار ولا الان ولا الدي ولا 3 ولا 2 ولا بلا بلا بلا. كمان يطلع لك اشارة الماكينة، صار البطارية قصدي، وإذا ربط الحزام ولا ما أنت ربط الحزام. هذا العداد حق الضغط، شوفي لما أنت تسمع السيارة تقول هذا يتحرك مع العنانة، يعني يطلع فقديش رجلك تقيل على الدواسة يبين لك. فعادة أنت تحاول قد ما تقدر تخلي رجلك على يعني الدعسة حقتك ما هي مرة تقيلة ولا مرة هي مرة خفيفة، يعني ما حاولي ما تعدي الاثنين. هنا العداد حق الحرارة، تعرفوا تتذكروا لما كانوا يقولوا خلينا نحمي السيارة ولا نسخن السيارة، من هنا هذا المؤشر يطلع على فوق. شوفوا مكان المؤشر يختلف من دولة لدولة، فأنا عندي دائما عادة الطبيعي يكون في النص، في دولات يقولك لا عادة يكون مثلا في تحت في السي لازم يكون. في شيء كمان تاني بوريكم هو إنه لما ينفتح الباب، شوفوا لما ينفتح الباب يبان عندي هذا، فهذا كمان نقطة سيفتي، يعني خصوصا للأمهات اللي معهم عيال، إذا واحد من البيبان مفتوح يبين. شوفوا ها مقفل مفتوح مفتوح مقفل، حلو جميل. العنصر الثاني الأساسي في السيارة الجير أو الشيفتينج ستيك. في السيارات أوتوماتيك أسهل 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 بكثير من السيارات المانوال. أصلا أنا ما أتوقع أي أحد بيتفرج على هذا الفيديو راح يتعلم على المانوال. فشوفوا ال P من باركينج، يعني لما توقف السيارة تباركين السيارة تحطي عليه، تحطي على الشفت، تسوي شفت على ال P. ال R معناته ريفيرس أو ريوس، إحنا نقول يعني لما تبي ترجعي ورا تحطي على الار. وعلى فكره لما تحطي على الار السياره تتحرك زيها زي لما تتحط على الدي، فلازم رجلك تكون ما بين البنزين والبريك، بنزين وبريك.
طيب النون او الان نيوترال ما هو دائما نستخدمه لما تحط السياره على الان، معناته التحكم ما هو من الماكينه، ما هو جاي من الماكينه، التحكم يجي من برة الماكينه. يعني مثلا لو انت في منحدر وحط على الان السياره عندك راح تدحدر، لو كمان في مرتفع برضو نفس الحكايه السياره راح تدحدر. طيب يعني لو رحتي مغسله سيارات حتحطيه على الان كمان، وهم يسحبوا السياره على السير تحت المغسله، ولو السياره تخربت بعيد الشر واضطريت تكلم الونش برضو راح يقول لك حطي السياره على الان. يعني تقريبا فكره انك تجهز السياره للحركه بقوه من خارج الماكينه، ما هو من الماكينه نفسها. الاستخدام الدارج الثاني انه اذا مثلا بتوقفي تاخذي قهوه مثلا من الدرايف ثرو برضو حتحطي السياره على الان. فهمتوا؟ ترى والله ما راح اعيد اللي ما فيه يرجع عيد المقطع هذا. بعده الدي من كلمه تدوس 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 يجي تدوس تدوس تنكس يجي تدوس 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 ولا يجي تدوس تنكس هلا بريحه هلي هلا. امزح المهم هذا الدي هو اللي راح يخلي الحريم ينطلقوا للحياة هذا اللي حتدوسي فيه كده العزال لا امزح ما راح ندعس فيه ولا أحد. المهم بمجرد ما تحطي على الدي زي ما قلت ترى السيارة تمشي من لحالة، فلازم رجلك تكون على البريك أو البنزين، ما ينفع تخلي رجلك سايبه. شوفي قبل أي شيفت تسوي للجير ضروري رجلك تكون على الدواسة حقت البريك، مش على البنزين. دواسة البريك هذه دواسة، حرجع لها مرة تانية، بس هذه بنزين هذه بريك. فقبل ما تسوي أي حركة أي شيفت ضروري يكون رجلك على إيش، على البتاع ده الدواسة البريك. أوكي رقم ثلاثة الدواسات والبريكات. شوفوا عندنا بريكين، واحد حق الطوارئ واحد عادي، وعندنا الدواسة حقت البنزين. هقول لكم الفرق. شوفوا هو ده بريك الطوارئ، في ناس ما يكون عندهم هنا، يكون هنا الا من هنا، وعادة ان يكون في السيارات المره كبيره، في سيارات برضو انا شفتها يحطوه هنا. المهم شوفوا هذا في ناس، في مو كثير ناس يستخدموه، يعني انا عاده استخدمه لما اجي اباركن استخدمه اباركن وبعدين ارفعه. في ناس لا يقول لك بس استخدمه اوقات الطوارئ، زي مثلا اذا سيارتك في منحدر هذا البريك يمسك السياره من انها تكمل وتدحدر مع نفسها، فايش نرفعه. البريك الثاني اللي هو البريك العادي اللي هو اللي تبدلي بينه وبين البنزين. شوفوا لما نجي نستخدم الدواسات رجلنا يا على هادي يا تحركي يا توقفي، ما ينفع الرجلين مع بعض كده، غلط كده صح. حلو اوكي رقم أربعة الدركسون او الويل يسموها او المقودة والعجلة، عجلة القيادة ما اعرف اللي يجي معاكم، الحين نقول دركسون اكيد. فشوفوا الدركسون هنا هذا يدك في السواقه، مشيتي يمين مشي لك يمين، مشيتي يسار مشالك السياره يسار، خليتيه طوالي زي ما هو ترى السياره معناته على قدام. وعاده لما تسيبي الدركسون يرجع لحاله للوضعيه هذه، مو يعني يمين ولا يعني يسار، لا كده طوالي هو يرجع من لحاله كده بشويش. بقول لكم حاجة، المسكة هذه اليدين هنا وهنا، أنا عشان ماني لاقي أحد يمسك لي الكاميرا، المسكة هذه أحسن مسكة، ما حد يجي يمسك لي كده، هذه المسكة غلط، ولا حد يجي يمسك لي كده، هذه المسكة غلط، ولا حد يجي يمسك لي كده، المسكة غلط، والناس اللي يسوقوا برجولهم ترى غلط. أحسن تحكم تتحكمي فيه في العجلة هو المسكة باليدين، يمين ويدك اليسار اللي هنا. وضروري ضروري ضروري إذا أنت مبتدئة ضروري تمسكي باليدين، افضل شيء يعطيك اكثر ثبات كده وثقه لما تيجي تسوق السياره. كمان عندنا الغمازات، بتغمز قبل لا تعدي، يوم تهزك فوق تغمز انك ماشيه تحرك يمين، تحت تغمز انك ماشيه يسار، فوق يمين شوفي السهم، تحت يسار. حلو كمان عندنا المساحات حقت السياره. اوكي قدر الله وفصلت الكاميرا، ما أدري إيش صار فيها. المهم نرجع لموضوعنا، النقطة الأخيرة اللي هي المقعد والمرايات. شوفي ضروري 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 تحسس نفسك إنك مرتاحة على المقعد وجالسة كأنك جالسة على كنبة،
عندك 100,000 طريقة وطريقة، حطي مخدة زي ما تقدر تشوفي، قدمي المقعد ولا رجعي المقعد على ورا، ضروري تكون الرؤية عندك 360 درجة. تاني حاجة حنستفيد من المراية أكيد، المراية اللي ورا والمرايات اللي هنا والمراية اللي هنا برضو نفس الحكاية، والفيو عندك العام والمراية اللي على اليمين أكيد. كيرا انت تقدر تشوفي 360 درجة. في شيء ضروري مهم في المرايات اللي على اليمين ولا على اليسار، اسمها البلايند سبوت او النقطة العمياء. شوفي هذه ما تقدر تشوفيها وانت جالسة هنا، بس ضروري عشان لما تجي تبدل الخط يمين ولا يسار تطالع يمين وتطالع يسار كده، بس نظرة خطافي. طيب اخر حاجة بقول لكم هي انه السواقة اخلاقيات اكتر من انها مهارة. في ناس كتير ومن زمان يسوقوا بس صراحة ما عندهم أخلاقيات السواقة، وكونك راكبة في مكان السائق ما يعطيك الحق انك تتنمري على الناس اللي حوالينك، خصوصا بالناس المشاة اللي يمشوا في الشارع من غير سيارة. انت ضروري ضروري تعطي الأمان للناس اللي راكبين معك في السيارة، وللناس اللي ماشيين جنبك، وللناس برضهم اللي في الشارع اللي من غير سيارات. الشارع ملك للجميع وما هو حلبة مصارعة، وتقدر تسوقي وانت بكامل أنوثتك، ما تحتاج استرجال ولا أي حاجة. الفرق بينك وبين الناس اللي راكبين جنبك ان عقلك مصحصح زيادة حبتين، لانه عقلك وعينك على الشارع وعلى العداد، ويدك على الدركسون وعلى الشفت، ورجلك الله يكرمك على الدواسات حقت البنزين. طيب لهنا وكنا وصلت معكم لنهاية الحلقة، ولا مخها تخين ترجع تعيد الفيديو زيادة امزح امزح. ترى السواقة ما يبغى لها لا ذكاء ولا اي كيو عالي ولا حاجة، كلنا نقدر نسوق، كلنا عندنا القدرة اننا نسوق، بس عيد الفيديو زيادة وزيادة. واهم شيء اهم شيء البراكتس البراكتس البراكتس. خدي لك تطبيق كده، اخرجي شوفي لك باركينج سبوت كده، واطلعي لفلفي ما لفلفي. اكتبوا لي تحت في الكومنتات عن تجربتكم اذا جربتوا السواقة، واذا وصل الفيديو هذا لاكثر من 500 مشاهدة انزل لكم الفيديو الثاني قريب ان شاء الله. نخرج كده على الميدان من جد من جد، يعني شارع واشارة وتحويلات ومدري ايش ومدري. ان شاء الله باذن الله ما هي شهر 10 الا وانتم باذن الله فهلة في السواقة على يدي، وكل الناس كده طالعين من بيتهم. اهم شيء تقولوا لي فين طالعين وفين تسيبوا المفاتيح. امزح امزح. المهم سووا لايك وشير سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية من بيت شكشوكة. سلام.